طيب يا بابا تصبحي على خير وسلمي لي على أماني. ما بتعرف قديه بتطمن لما بعرف انه جيهان نايمة عند أماني. هلا المهم يطمننا اسكندر لاني عايش على اعصابي. ارتاح واترك اسكندر يعمل شغله، ولما بيخلص ما بتلاقي الا السلولارين. فيك تقتلني لاني مش خايف منك ولا خايف من هودي الاجرابيع يلي حامي حالك فيهم. اذا كنت رجال بتقتلني، لانه اذا ما عملت هيك رح ضلني وراك لحتى اقتلك. انا ما بقتل واحد ميت، وانت ميت يا اسكندر، بس عم تاخد نفس. وانا اللي قتلتك وقتلت فاتح وعبد الله، سبقكم كامل يحجز لكم محلات لتلحقوه. هيدا شعر ولا فلسفي او هزوره؟ هيدي الرحمه اللي انت ما بتفهم فيها، لانك جار وضبا، ربيت مجرم وسفاح طلعت مثله، مش قوي الا على النسوان. هيدي ما بيقولوا لها نسوان، هيدي عاهرة آلان خاصة. أمك العاهرة بتاخدك وغلط منك. خلص يا آلان، آلان خلص خلص. آلان بلش انشغل بالي، تأخر على القليل اسكندر يتصل فينا يطمنا. صار لك ساعة بتقلي طول بالك طول بالك، انت طول بالك شو بك؟ شو رايحين هني يصرفوا تشيك او يقتلوا بسين؟ انا تلفت اعصابي، بدي اعرف شو صار. اتصل فيهم حتى لو كان بنص الزنقة. الو اسكندر. اهلا بالشيخ يا لطيف، هلا كان بدي اتصل فيك. مين انت ولا؟ مبلومك إذا نسيت صوتي. ما أنت من النوع اللي بيقتل القتيل وبنفس الوقت بينسى اسمه. عبقول لك مين أنت ولا؟ جاوبني. خايف بس تسمع اسمي تروح فيها. أنت عارف مع مين عم تحكي ولا؟ أنا عارف، بس أنت عارف مع مين عم تحكي؟ يا ريت بتقلي، لأني عم برجف من الخوف. أنا يوسف سليمان إبراهيم. وين اسكندر يا ولد؟ ما تخاف، رح يرجع لك هو واللي معه، بس بالأول اسمعني للآخر. إذا بطير شعر من راسه لإشنك أنت وامك وكل عيلتك وعلقكم بساحة الضيعة وخلي النمل ياكلكم. قلت لك ما تخاف عليه، لو بدي اقتله قتلته بموقف بنيتك لما ضربته ومسحت فيه الارض واشطبت المصريات. ولو بدي اقتلكم انت وعبد الله خليفه قتلكم بنص ساحة الضيعة وخليت اللي ما بده يشتري يجي يتفرج. مش طالب منك بالوقت الحاضر الا تسمعني. وين خفيت سليمان إبراهيم؟ أنت قلتها أني بقتل القتيل وبنسى اسمه، بس واحد مثل بيك سرقني وسرق أهل الضيعة، صعب أنسى اسمه. سكر على الباقي وجاوبني على سؤالي، وين خفيت سليمان إبراهيم؟ هيدا لسانك بدي أسحبه، والإيد اللي ضربتني فيها كف أنت وزير بدي طعميك اياها قبل ما اقتلك. كنت بقول لك اسكندر مقبيل اعرف بي وين، بس ما بدي اقلل من قيمه المختار. لاخر مره بقول لك
إذا كنت رجال بتقلي وين خفيت بيي. بس أنت مش رجال، أنت جبان ما بعمرك بتواجه الرجال لأنك مش رجال. طول عمره المختار يقول عنك جبان بتخاف من خيالك وغدار ما بتواجه. كان يقول عنك الخسيس لأنك فعلا خسيس، سرقت الفقرة وأكلت مال اليتامى ونهبت بيوت الأرامل لتفرش بيتك. فشرت، فشرت ولا فشرت أنت وأمك وعائلتك وكل اللي بشدوا عم شدك. ولا أنا جبان بخاف من خيالي، ولا أنا اللي قتلت بيك، ولا أنا لو بتضلك مليون سنة تدور عليه. مش رح تعرف، مش رح تعرف وين دفنته إلا ما قتلك ودفنك حده. ألو 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 خذون رجعوا لي. الظاهر يوسف إبراهيم عامل حساب لكل خطوة عم بيقوم فيها، وإلا ما كان اسكندر وقع بين إيديه. اسكندر غبي غبي، ويوسف رح يكون أغبى منه إذا فكر إنه رح يقدر يوقف بوشي. فشرت، فشرت ولا فشرت انت وامك وعائلتك وكل اللي بشدوا عم شدك. ولا انا جبان بخاف من خيالي، ولا انا اللي قتلت بيك، ولا انا لو بتضلك مليون سنة تدور عليه. مش رح تعرف، مش رح تعرف وين دفنته الا ما قتلك ودفنك حده. شو قال لك فاتح؟ سليمان إبراهيم مات، قتلوا فاتح الحاج. ما ترجع لهون بحياتك، لأنه إذا رجعت رح تكون أول واحد قتلته بحياتي. وقال له لفاتح وعبد الله دم خي حقه دم. خلاص رئيس، خلاص رئيس، خلاص خلاص خلاص. حطوه بالصندوق وسكروا تمه. يلا ما كان لازم تقله. غلطت يا شيخ، غلطت. استفزني، استفزني يا عبد الله حتى فقدت اعصابي. بس مش هذا اللي هامني. لكن شو اللي هامك؟ اللي هامني انه اتهمنا فهد ورشيد، اعتدينا عليهم وحرقنا مزارعهم وهن مالهم دخلي. كيف يعني مالهم دخلي؟ ابن سليمان اللي سرقنا مش هني. مين قال لك؟ هو بعظمة لسانه. لو ما هيك ما كنت فقدت اعصابي وقلت له عن بيو.
لما خلصت حياتك كان في سبب، والسبب بس ارجع رح تعرفه. لما ليلى خلصت حياته وحياة مريم صار لك برقبتي دين كبير، وبوعدك رح اوفي هالدين حتى ولو كان صعب، بس رح اوفي. مهما عملت معك بضلوا لك عندي. انا بالصدفة خلصت لك حياتك، انت حطيت دمك على كفك وحملت كفنك لتخلص حياتك. رح غيب كم يوم، ضلك عايش لارجع. ما رح موت قبل ما ترجع. انتبه لحالك. وانت كمان. الحكي بهيك موقف ما رح يقدر يوصل. انا حاسي فيه. رودي، ما تتركه لارجع. ولا يهمك. ليه بعد قادر اتركه؟ ما خلص كلنا صرنا بفرد خندق. يلا لنرجع الأمانة. لعب فينا وبفهد وبرشيد ابن سليمان ابراهيم، سرقن ورجع سرقنا وتركنا نقتل بعض. كيف بدنا نقنع فهد ورشيد بهالحقيقة؟ ما فيك تقنعهم الا بعد ما نعوض عليهم خسارتهم. الله يعوض علينا وعليهم. بعد ناقصنا خسارة. فكر معي بالأول كيف لازم نوصل لجو. إذا وصلنا لجو وصلنا للمصاري، بعدين بنتفاهم نحن وفهد ورشيد. ما بقى تسميه جو، سميه باسمه الحقيقي، سميه يوسف سليمان إبراهيم حتى يزيد حقدنا عليه. الله يلعنه، الله يلعنه ويلعن بيه. مش نبيل؟ ما تطلعي فيه جايين مغير جو. مش طايقة أشوف حدا بذكرنا بفراس. مين هالمدلوق عليها هيك؟ هيدي غادة كانت صاحبته لفراس. يعني من فراس لنبيل بدل. لابقين لبعض. مساء الخير. هلا مساء الخير. في شباب طلب مني إلكن إنه في جيب بخصكم واقف حد البيت وهود مفاتيحه. الصندوق
بتعرفيها أول مرة بحب الجو هون. الجو بيكون مناسب حسب الحالة اللي نحن فيها. ممكن مع إنه حالتنا بالويل. ما بعرف، حاسة إنه في راس هو ما في محل بذكرني فيه قد هالمحل. ما أنت جاية لهون تتذكري. ليه أنا عم بقدر أنسى؟ حتى رودي انقلب علينا؟ هيدا الصعلوك صار يحمل سلاح بوجنا؟ ما عدت عارف فكر ابدا، راسي مطوش، ما بقى عارف لمين معنا ولا مين ضدنا، مين لازم اقتل وعن مين لازم اعفي. كلهم عصابه وحده وما حدا بيعرف شو كانوا عم بيخططوا من ورا ظهرنا. وين بدهم يهربوا مني؟ بدي دفعهم الثمن غالي. أنا فاتح الحاج يستغلني شوية أولاد مثل هول. من ورا شو؟ من ورا إني وثقت فيك يا اسكندر. صرت جمع أعدائي حوالي وأنا يا غافل إلك الله. رجعت هود الزهران وخليت يوسف يعرف كل الحركة عم نقوم فيها، وفوتنا بالحياة مع فهد ورشيد. برافو اسكندر، برافو. خرجك يحطوك بصندوق السيارة ويزلوك ويزلونا. يوسف، في سيارتين خطفوا جيهان واماني، انا وراهم مش عارف شو بدي اعمل. من وين خطفوهم؟ من قدام بنايه اماني. قل لي شو لازم اعمل. الحقهم ما تضيعهم لنعرف لوين اخدينهم. خايف ضيعهم لانهم عم بيسوقوا مثل المجنين. انت وين هلا؟ ما بعرف وين، راسي مش معي. لحقهم وطاير وراهم. اترك مسافه بينك وبينهم، ما تخليهم ينتبهوا لك. عم فكر اتصل بهادي خطيب رولا، ما في حدا غيره ممكن يساعدهم بهالوقت. لا، ما تدخل هادي بهالموضوع، ما بنعرف مين خطفهم ولا لوين اخدينهم. انتبه ما تضيعهم وترك الباقي علي. اوكي اوكي يوسف، برجع بحكي معك. باي.
الو الا في مشكله هلا صارت وما حدا غيرك بيقدر يساعدني فيها. اللي شو فيه؟ في سيارتين فيهم مسلحين خطفوا جيهان بن فاتح الحاج واماني بن عبد الله. عندك فكره مين معقول يعمل هالشي؟ ما حدا له مصلحه يخطفهم الا فهد ورشيد. ما توقعت توصل معهم لهون. نوع من الانتقام، ما بتعرف كيف عم يفكروا. اللي انت كيف عرفت؟ فراس قرابتي كان عنده علاقه مع اماني واختلفوا. ظاهر كان ناطرها قدام البنايه وشاف الحادث، اتصل فيي وخبرني، وهلا لحقوا انت يعرف لوين اخذينه. خليه ينتبه، اذا عرفوا فيه بروحوه في حال كانوا هن الخاطفين. ممكن يكون حدا غيرهم اللي اعداء لفاتح وعبد الله، بس اقرب شيء للمنطقه اني فهد ورشيد. على كل حال اذا قرابتك عرف العنوان اتصل فيه لنشوف شو بقى نعمل. اوكي. هاي حبيبي. هاي. كنت عم بدي اقول لك خطك مشغول، مع مين عم تحكي؟ مع يوسف، في عنده مشكلة وسألني إذا فيها حلها. يعني ما بقى بدك تروح؟ مش قبل ما أعرف شو بده مني بالضبط. ما في أتركه. ما رح تخلص من المشاكل، شو في عن جديد؟ هلا بس يرجع يحكيني، بفهم منه بالضبط شو في. برافو مرشد، يعطيك العافية. وين صاروا؟ دقيقة بيكونوا هون. أداي رح ياخد وقت ليتجاوب معنا فاتح وعبد الله؟ لا يقعوا من الصدمة، لأنه مش حتكون هينة عليهم، مش رح يستوعبوا هالشي. مالنا معهم وبناتهم معنا، عمهلهم ليستوعبوا، نحنا مش مستعجلين أبدا. هلا رح يصير الحكي معهم على مستوى عالي، رح ناخد حقنا من دون طلقة رصاص. بشك إنه رح يستسلموا بسهولة، رح يفوتونا بمفاوضات ويضلوا يمرشحوا فينا لتركب براسهم شي فكرة يخلصوا بناتهم ويخلصوا من الدفع. ما رح يكون في وقت للتفاوض، في مهلة معينة بس تقطع رح وديلهم بناتهم كل وحدة منهم في رصاصة براسها. إذا دفعوا أو ما دفعوا لازم الهدية توصل لكل واحد منهم بنفس الوقت. تعرفوا لها العنوان ألا؟ عنوان رشيد وفهد قاعد معه. أكيد أنت أنه هيدا عنوانهم؟ أكيد. لكن مثل ما أنت توقعت صار بالضبط. ما في غير سبب، ما بعرف مين طلع بالفكرة لأنه مش هيني. راح تحط فاتح وعبد الله بالزاوية ما راح يقدروا يعملوا شيء لأنه حياة بناتهم بتدق. الحق علي، ما كنت حاسب راح تطلع براس البنات، ما كنت حاسب انه البنت اللي بحبها
رح تطلع كبش المحرقة هي وبنت عبد الله، وأنا أكون السبب. ما حدا منه رح يطلع كبش محرقة، لأنه فاتح وعبد الله رح يدفعوا الفدية بدون تردد. وهيدي النقطة فهد ورشيد عرفوا كيف يستفيدوا منها. لازم تأجل المشوار اللي كنت رايح عليه وتضل حد البنات، لأنه الموضوع كثير دقيق، واعتبرها خدمة ما رح انسالك إياها. ما في خدمات بيناتنا، خلصنا من هالمرحلة وواجباتي لما تعوزني واقف حدك. بوصل مريم لعند اختها والصبح بكون عند فهد ورشيد. كنت هلا بطلع لعندهم بس ما بدي يحسوا على شيء. اوكي نحكي بكره. خاطرك. الله معك. عرفت لمين هالعنوان؟ عرفت. رجع عدلي من الأول، شو القصة؟ ومين خاطف مين؟ فهد ورشيد خاطفوا بنت فاتح وبنت عبد الله. وجو مشغول باله كثير علينا ومهتم كثير للموضوع. بطيخ يكسر بعده، ليه هالقد مهتمين أنت وجو؟ بنات ناس قاتلين له بيو، لازم يقعد يتفرج. هيك لازم يصير. لو ما جو مغروم ومكتر بجهام بنت فاتح الحج. إيه، وشو بصير بآخر الفيلم؟ ما بدك تخبرني شو عم بصير، ما تخبرني، ما في لزوم تخترع حكي، ما رح صدقه ولا رح يفوت براسي. ضبي غراضك وعلى الطريق رح تعرف القصة من أولها لآخرها. تعريف، أول ما تعرفت عليك نصحوني الكلمة على هالوقعة. ما ضل حدا بيعرفك عنده كلمة عليك ما بتسوى إلا ما سمعني إياها. بس أنا مثل الهبلة انغرمت فيك وبعدني هبلة. كانوا قتلوني وضلتني مغرومة فيك، ما بعرف إمتى بدي فيق من هالدرب اللي هي أنت وارجع طبيعية. ما أنت من الأساس مش طبيعية. لو طبيعية كنت حبيتي وعملتلي ضربك الطيران، شو بدي أعمل؟ يلا ضبي غراضك. الله يساعدني عليك. جيهان ليه هيك ساكت؟ تحكي شي، قولي لي انا عم بحلم ولا هيك عم بيصير عن حقيقه؟ رح موت من الخوف. مين هول اللي خطفونا؟ اكيد حدا بيعرف مين نحنا، خطفونا تياخدوا فدية، هيدا اللي مبين لحد هلا. كنت احضر هالشي على الاخبار واتعجب، قول نحنا وين عايشين؟ ليه هيك عم بيصير؟ ما خطر عبالي انه يوم من الايام يصير معي نفس الشيء. هدي اعصابك، كوني قويه، ما تخافي انا معك، ما رح خلي حدا ياذيك او ياذيني. طيب بركي اغتصبونا، مش شايفتيهم قد ايه كتار؟ ما رح نقدر نقومهم. لو كانوا من هالنوع كانوا تصرفوا معنا بغير طريقه، ما لاحظتي؟ كلمه برات الطريق ما حكيوا، هيدا بيعني انه هدفهم مادي مش اكتر من هيك. انت عم تحكي هيك لتروقي لي اعصابي، بس انت حالتك اضرب من حالتي. انت بس قادره تسيطري على حالك، انا ماني قادره. حسي حالي بدي صرخ، بدي اعمل شيء، اغيب عن الوعي جيهان. خلص اماني روقي، بعرفك قويه ما بتخفي من شيء. خلص روقي صلي، الله ما رح يتركنا، انا اكيده. معقول يعملوا لهم شيء؟ يغتصبوهم مثلا ويرجعوا يقتلوهم؟ والله يوسف ما عم بعرف، عم تجيني الافكار السوداء، بس ما عم بقدر اتخيل الا اماني وجيهان مقتولين ومسلوطين بشي حرش. ما بعتقد فهد ورشيد من هالنوع، هول جماعه العرض عندهم غالي، ما بيتعدوا بهالطريقه على بنات الناس حتى ولو كانوا بنات اعدائهم. لو كانوا ناس بخافوا على العرض ما كانوا خطأ.
قبل المرحبا، فيك تقلي ليه نحن هون؟ بحق لكم تعرفوا بما انكم اولاد الخصم. بعتقد عرفتوا مين بقصد. انتوا امانه عنا لحتى الشيخ فاتح والريس عبد الله يردوا لنا كل اللي اخذوه منا. يعني عمليه مقايضه، وان شاء الله الامور ما تكون صعبه بيناتنا. الشباب رح يهتموا فيكم، واي شيء بتريدوه موجود. رح نتوصى فيكم لانكم غاليين وضيوف. والضيف حتى لو كان عدو بضل اسمه ضيف. بس نحن مش ضيوف، جبتونا لهون من دون دعوه ومن دون عزيمه، وحتى ما سالتونا اذا بنقبل بعزيمتكم ولا بنرفضها. ما لا يسامحونا، ثقبت الدعوه اللي عنا كانت بالقوه، بس الظروف احكام. شو هي هالظروف؟ فينا نعرف لنقدر نفهم شو موقفنا بهالظروف اللي عم تحكي عنا؟ اهلكم خطفوا منا شيء عزيز علينا، ونحن خطفناكم لانكم غاليين عليهم. بس يردوا لنا حقنا بنرد لهم حقهم. بالاذن. وبتقولي لي شو قلنا دخل باهلنا؟ مش الحال. أخذتوا منهم تليفونات؟ كل أغراضهم صاروا معنا. ضيفتوهم شي؟ سألتوهم إذا بدهم ياكلوا؟ الشباب رح يهتموا بالموضوع. حدا شافكن؟ حدا لحقكن؟ شيكتوا على كل شي؟ ولو يا معلم فهد، هيدا سؤال بينسأل تلاميذك. فوتوا لهم أكل وشرب وسكروا الباب عليهم. قول للشباب يروحوا يرتاحوا، الصباح رباح. تصبحوا على خير. الله معك. اللي هنا رح يكونوا تاركين لنا مجال لنا نهروب؟ ان شاء الله ما يكون مزبوط اللي عم فكر فيه، بعد اللي سمعته من اللي حكي معنا. كيف قادرة تفكري بالوضع اللي نحنا فيه؟ لازم نضل واعيين لكل كلمة بيقولوها. حسب حديثه فهمت انه جو هو اللي خطفنا. ليه بده يخطفنا جو؟ مثل ما سمعتي، عملية مقايدة. نحنا مقابل شيء بده اياه جو، وهو متهم بيك وبيي انه خاطفين سليمان ابراهيم صار لهم سنين. شو اللي بيأكد لك هالشي؟ مين في غير فراس بيعرف انت وين ساكنه؟ يعني متفق هو وفراس علينا.